إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحين بإذن الله المولى تبارك وتعالى أخرينا كتاب كيني شمائل المحمدية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لي هذا بالك دبك قش هذا وحن مريني بابك اللي حيالواتنا كتابك وباب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم صفتي وحي كيمي باب ما جاء وحي كيمي في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إدام كيس أنت ذا وحي وكو إدام شري أنت ذا أنا يا رسولك وحي وكو إدام شري وحي وكو صار وري لما نسوي ذا دوادا وعليكم السلام ورحمة الله لما أنت سوي ذا دوادا إلى هيدن بركة عندك هيك أجلس إيه رسولك One second, mashallah. Okay. Come balaga sari. سودة هذا الهدي بركة يا وحنكبل أمام النباب وما جاء في صفتي وليد دبكي وحبك سيا يرأس سودة هذا إلى هذه البركة يا باب ما جاء وحي كيمي في صفة إدام رسول الله إدان كي وحي من النبي عنا يا وحو حكو درسن شري إدان كوا حلق هذا مركب باستا أما بريس أما أنت ذيك الله عنا يا وحي أبها الله سمع يا أما السوء أما يا إدان بالعنا يا محن النبي وحو كي إدام شري وجمع مرتي أدم أيال جمعيه حديث كواد حديث بقول هم تنيك وقال حدثنا محمد مايا بقول وان خلد ويه وحن كبلا من عاوة بقول تضبات هم بين حلي كوتشو جني كان ورينا آخرنا صح ويه بقول يا تضبات هم بين كوتشو جني إكساكت اللي بقول تضبات هم بين حلي كوتشو جني بقول يا كنا بين كيلو حالا كبلا صح واي اللهم مستعان وحن كبلا بنا بقولية الضبات يكو يعني كبلا بنا بقولت الضبات يكو وحن كبلا بنا حدثنا محمد حدثنا محمد بن قيلان قال حدثنا أبو أحمد
قال حدثنا مسعر شيخا من فهم، شيخ خاص من فهم ونين مجهوله، محمد ابن عبد الله بالله يقول هذا مجد عيسى مركب هدي عن لا أقوانا حديث كيسة أو مجهول الحال أما مجهول عين بي هيبة مركب ضعف هيبة كسوان. قال وحجري سمعت وحن كم قال عبد الله بن جعفر يقول يسقوا له، عبد الله بن جعفر مرت أصحاب دير يريد جعفر بن أبي طالب سمعت وحن كم قال رسولك صلى الله عليه وسلم يقول يسقوا له إن أضيب اللحم هلب كوغونا أما أوغو وناكسني ولحم الظهر وهلب كدبر كنفك يعني هلب كمرك نفك حول ليجي هلب كيوغو معان حديث كدعي فاكسون لكن حديث كو صحيح هلب كو حوغو معان هلب كاللفت يعد كيسكو بحجر معان هلب كدبر يعني هلب كاللفت إن أذيب اللحم واللحم طهر ودبرك نيفك دبرك يسويه مركز سان شيغي حديث كان وحا كجرة من مبهمة وفهم نيكا الله يرحضه وحولي في سنن ماجة مركو حديث كاني وحولي أظنه يسمى محمد بن عبد الله يرحضه وهو مقبول تجو بحديثه إلا إذا طوبع إن متابع الله لمو يعني حديث كيلي يعني لما مرت حديث كيلي لما قاطه. قال حدثنا سفيان بن وكيع، سفيان وصدوق لكن وننكي حديث كيس لجوهر يمي ننكي وراقة هاي وقول شري حديث كيس كردين شري وننكي ديدي من وحكة قفطه. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن مؤمل وايهي عن عبد الله بن مؤمل ابن مؤمل عن ابن ابي مليكه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحده قال نعم الادام وحل وحا او في عن الخل خلق او في عن خلق يا او في عن. قال حدثنا ابو كريم محمد بن علاء قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت ابن ابي حمزه الثمالي الثمالي وضعيف يا ابي حمزه ثابت ابي حمزه الثمالي وضعيف عن الشعبي عن ام هانه عن ام هاني وين ابو طالب ام هاني بنت ابي طالب قال ضحيتري دخل علي النبي النبي قال يسوق علي فقال وحرا عندك شيء ام هاني وين ذهبت رما ما هيسا فقلت حنكور الا فقلت حيكتر لا ما يمهيو إلا خبز خبز مو يعني خبز ومحين غنسة وموفو وحلقة سمية دقيق ولا دبي إلا خبز أو يابس قللا يا وخل خل خل كان بهات لك علي ما أفقر فقير من نقضه بيت قري يوم من مرتي من أدم ما أفقر بيت من أدم قري يعني فقير كمان نقضه إيدان فيه كجر خل خل قري خليا الله يعني وح وح وحلو إيدان تا كمان مغناه لك اللي بكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ها حديث كهرة هو النبي شيخنا سفيان بن وكيع با كجرة وصدوق ونكي مرتين لقوا امتحامي وحكله او محنكر هذا حديث كيس كسوان عبد الله بن مؤمل عبد الله ابن مؤمل باكوسوان اسمه مارت ضعف باكوسوان حديث كان شيخنا حديث كيسة ابو حمزه الثمالي باكوسوان هو ضعيف حديث ثاني يكون يور اللي سجيه حديث كسند كيس هو ناكسي لان كون وحوغا ضعف كوتشر هي كويس حاس كودا معنى اي شيء يعني ساحينك ان اذنك وحا وحيابا لو ينتو انه خلقه كمدي هي وين صارك نيجو مارت حديث صورة كيس ساحينك وين كسوم الري. قال حدثنا محمد مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وقندروي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحوري
فضل عائشة، عائشة فضل جيده على النساء الدمرك، يعني فضل جا يوناجا عائشة أي ديرتها هي الدمرك كلا، وكفضل الثريد سيدة هيلب كثريد كلا يقانا ها، وقفد لي بني هي على صائر الطعام انتوين ككلا ها انتوين ككلا عائشة معناها ثريدكو وهيلب يا خبز اللي يسكو سمي يوم عن الله تعالى. إنما مركب مثلا هيلب جيلة أما إنه أنت إنه كرسنو مرقي يو هيلب كي مرقي جيلة يو محل هذا كابتش كي يو ألعاب أنت لسكو فريسيو ده أنا لو قدر صدق أما موفو أما روتي لا يبلو محل هذا هذا في عن دتكو مرتي تايتا سين كي مادو وهيلب كي جم عن مركز ثريد كوا هيلب كه وهيلب يعني هي مرق لجسمي يود أنا لو قعني محل هذا مرتي مفضل لو قعني لسمي يأكل بثريد لي هذا مركز النبي يقول حول عائشة وحي وقف في عنته وقف اللي بنته دمر ككلا سيدا انت ذا ثريد كلا يلا هذا وقف اللي بنته انتوين ككلا رضي الله عنها. حديث كنا واسع. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المعر الانصاري ابو الضوالة هو سمع انس بن مالك وحكم الله يقول سقوله قال الرسول كوحر صلى الله عليه وسلم فضل عائشة، عائشة فضل جيد على النساء دمر ككلا فضل جيد كلا يده وحوي كفضل ثريدي سيدا انتدى تريد كلا يلا وفضل بنتهي عن صائر الطعام انتدى تريد كلا وي حديث لبدا حديث البخاري مسلم بقى سو صاري لبدا بقى كي لبدا حديثين مك اخريني مصنف كنا لبدا بقى سو صاري حديث كان صدحان امام احمد بقى سو صار وكنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد كان احمد سو صاري قال حدثنا عبد العزيز بن ابن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه مرت ابي صالح السمان وي هي عن ابي عبد عن ابي هريره انه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه وابي صالح سمانه عن ابي هريره وحكوري انه ابو هريره راى وارك رسول كايورك صلى الله عليه وسلم وتوضا ويسيستي مكس كوي كويسيستي ها من اكل ثور اقد مركي هو روح اركي النبي كويسيستي غوبل غوبل يو ثور كو غوبل له توضا وحكويسيستي من اكل ثور وحوغا غوبلو او اقيدن لغا سميهي بالك اقيدكا لو يقان اقيدكا waxaa la yiraahdaa الله مستعان اقيدكا waxaa la yiraahdaa caanaha caano hada caanahan hada niidoga caanahan imka borderka waa caanasaas kale loo sameen jiray caanaha ayaa biya laga saari jiray kadibna waa la qalan jiray waa he waa la qalan jiray marka aqid baa loo jiray marka nabiga waxaan arkay كويسيستي من أكل ثور أقد عنها أقد كا إلا قلتشي بيه لغا ساري ولي واحد يعني إن دب بيه لغا ساري ثم رآه وحواركي هدنا مر لباد ثم رآه واركي هن بيه أكل عني من كتف قرب وشات النيف عليا قرب أقول بس ليبو عني ثم صلى النبي قوات كذيو تندم بنا لابد حسبوا يسوين نبي عمر كي هرو حين ناري ثابتو، الدب صامرة ولا جو يسدين شري، مركي دمنا ولا نسخيو، إلهي أمد النبي محمد وحسي مرت دينتي فضيلة الحنفية الصمحة أي إلهي سي سبحانه وتعالى، أدب مرت إلهي وحي مرت لبعطاء أوردن إلهي إنه كري، إلهي سبحانه وتعالى أنت النبي بتشوي، ولا ينوف فضيلة شري صلى الله عليه وسلم، أو حي رأيت كا وح كفضت بإلهي سود دين شري مرت، إلا يوحي نقرر في عيي مارت الإسراء والأقلال يعني علي سيدي مارت الديني هو يدد كودي هايستي يوحي نقا أول كي دين تمركي مارت لدوني يددك إن لقو تابر أردن إلا هو الرفعي قفك مسلم كا قيبتي هو الإسلام كو حواجب كو هيد إنو ننكو طبان قال كاد كادو طبان قال سو مارت مركدي بال مارت الخفيفيو ليري ننكي مسلم كا هو إنو لوا قال كاد كادو حدا إنتا ساق مارت أيا ثابت توسوغن لبقو فوقره لكن مركب رمحة هي تبنن أي نكهة الربيعين ومارتيس كعليه نكهة مسلم كاي مسلمين تو أي راين وايه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل ابن أبي داود عن أبيه أو بكر ابن أبي وائلة يعني أضيبة ويل كيس حديث كورينية يعني عن وائل ابن داود بوي حكوري ويل عن ابنه يو بكر ابن أبي وائلة عن السهري بوكوري عن أنس بن مالك بوسنك السوري قال
nebigu wuxuu yiri Anas ibn Abi wuxuu yiri awlama, nebigu waliimo wuxuu ka waliimeeyey rasuulku sallallahu alayhi wasallam calaa safiyata, xaaskiisii safiya, xaaskiisii safiya wuxuu ka waliimeeyey bitamrin, tamar iyo wasawiqin, sawiq. Macnaha nebigu markii ay jihaadkii tageen meesha loo yaqaano Khaybara oo Xuyay ibn Khadab dhalay, yuhuudina jabtay, Saynab bint Xuyay waxay ahayd dadkii markaa nebiga la diriray. Kadibna nebiga saxaabi kale la siiyey, marka saxaabadii kale baa tiri Xuyay ibn Khadab wuxuu ahaa madaxda yuhuud oo dhan, gabadhiisuna si yuhuudda loo soo dhaweeyey nebiga cid aan hayn uma suubana. Dadna nebiga maartay lagu soo wareejiyey. Kadibna nebigu wuu xoreeyey, kadibna wuu xijaabay, kadibna waa loo dhisay meeshay joogeenna, dee waa goob dagaal. Dabeedna nebigu markii aroosay waxaa loogu aroosay cuntadii saxaabadu ay saadka u sideeto, maxaa ka mid ahaa timir iyo sawiq. Waxaa laga sameeyaa cunto yacnihi waxa weyaan galleyd oo kale ama garowg oo kale, cuntooyinkan aynu cunnay ee firilayda ah oo biyaha iyo caanaha lagu darso sida loo cabo, sida baalkan conflicts oo kale aynu cunno, conflicts, conflicts kan aynu cunnay marka qurbaha aynu ku cunno conflicts waa moogtay uu samaysan yahay already, caano baynu ku darsanaa laana dab buu soo maray. Marka waa conflicts hun, yani sawiq wuxuu ahaa waa conflicts, conflicts ka yani qofka conflicts garanaya maartay uu fahmaya sawiq wuxuu yahay. Laakiin Soomaalida u baahan aan Soomaaliya joogta ee aan day isticmaalin in loo fasiro, yani waa cunto bisil oo ka timi maxaan ku dhahdaa. Waxaan marayaa xadiiska 177, 177 ayaan akhriyay, hadda sama akhriyay waayahay. Wuxuu yiri marka Anas ibn Malik qaal wuxuu awlama waa walimeeyey rasuulku sallallahu alayhi wasallam calaa safiyata, safiya wuxuu ka walimeeyey xaaskiisi bitamrin, tamar iyo wasawiqin. Marka qofku wixii uu hayo baa walima laga dhigaa, qasab maaha in xoolo la qalo, waa kolba wixii la hayo maarata waa barako, saas weeye. Xadiiskana waxaa maarata horey inuu soo maray, xadiisyadan dhamina waa saxiix dhammaantood. Xadiiska 178, حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا فائد، فائد كاسي ومولى عبيد الله بن علي بن ابي رافع وكو موليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال حدثني وحي ورمي عبيد الله بن علي وعبيد الله بن علي بن ابي رافع ابي رافع موليه رسولك ايها مركه وحنا دمي موالد رسولك يعني ابو رافع موليه رسولكها wiilkiisi Cali ibn Abi Rafic mawlii rasuulku ahaa, Ubaydullaahi wuxuu ahaa maxaan ku dhahaa mawlii rasuulka ilaa way soo dhaleene, waa kow waayahay. Marka ninkaa la dhahaa Ubaydullaahi ibn Cali oo ku abtirsada ibn Abi Rafic mawlii rasuulka daciif weeye xagga xadiiska. An jaddatihi wuxuu ka wariyey Salma anna Xasan ibn Cali, Xasan oo ina iyo ibnu Cabaas iyo ibnu Jacfar وين جعفر وين انا مرت ابن جعفر ابن عبد الله مرت مرت علي بن عبد الله بولالكي ويلو دلي ابن جعفر صدح دار دلي يرد اه الما ديركا من علي با دلي من جعفر با دلي من عباس با دلي مرك ابن عباس با لبدا كلا اه ابن عباس وحي الما ديركا هاين جعفر يو يا علي بن عبد الله مرك ابن عباس يلا بو ويلو ادير ويهي او الما ديركا روما دلين بأتوها وحي يمادين سلمى. فقالوا وحي كلا لها سلمى اصنعي نوصمي لنا انك طعاما انت نوصمي مما وحي كان وها يعجب مد عجب قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتم حدونا انت دي وقت جيني الرسول كعوني شري مرك وقت جيني من كان هو تجار دي لكن وقت جيني بيغنى دسك حمايسا مرك واحد انت دي رسول كعوني شري بانو رمناي كالي نوصمي oo yuxsin uu nebigu waliba wanaajin jiray aklahu wixii waxyaabii nebigu ugu jeclaa u samayn jirteen waaga noo samee. Faqaal waxay ku tiri yaa bunayo laa tashtahihi lyowma, cuntadii nebiga nu samayn jiray maanta cuni maysaana iska dhaafa. Ilma yaro maanta Soomaaliya London ku dhashay ama Maraykan ama Canada jooga, haddaad garowgii cilmi jaamici ee la hargeysiiyey laga cuni jiray laascaanood maanta oo karisa ma cunaya? Maya, ma cuni karayo. saasoo kale waxay ku tiri war wiilashayda cuni karmaysaan iska daaya,
واي حديثك لما مر يا وحويه وحن مر يا كن يو تضو كن يو وحن مر يا بقول بقول يو تضباتن يسديد بقول تضباتن يسديد من مريا بقول تضباتن يسديد من مريا وعيت رياب بنيا فقالوا عيت رياب بنيا ولا شيء ديو لا تشتهيه اليوم ما تدري النبي قبل كرم إنسان إسكت دايما تري صلى الله عليه وسلم قال وحي كل ذنب بلا وعنا ناي اسنعي اسنعيه نص ما يلا نعنى أنا قبل أنت نص ما وايهي قال وحي فقامت ويستكت وفأخذت وحي سوق عضي فأخذت وحي سوق عضي شيء أو مرتي من شعير إن يرو شعيرة يعني قمدي أما واحد أما واحد ترى سرين واسكمت أما شعير يعني شعير كوح على يره هذا وهذا هذا نوع على يره هذا ويسوي ده يجين وحيرو أفريقانو مرتي لكن ده قرنوي عدين قرنوي جدودين ما قاعد مركل يقول ليه وهذا ما هو شعير أما هو سرين ويكل عدي عد عدة مرتي تغذى الله يسمى يو سرين بلده كان دحين قمدي بلده ميت سكة يريرنا وحلا هاد بلده مركل شعير كعصابي كفسرين بلده فأخذت شيء واحد سوق قضيه من شعير هذا فدحنته وي مرتي وي ويشيدي فدحنته ويشيدي ثم جعلته وحي كيش في قدر النار بكشبتي وصبت عليه وحي كشبتي شيئا من زيت وحوجها سليدة ولبس سليد سيد قال يلي في كدرتي وي ودقت الفل مرتي فلفل ها بالك لو يقنا في الفشة وباش يري كل مدو فلفل ها وحملنا في الفل فهل لسان مرت في الفلون بالي هذا أما فل في اللغة العربية قال هذا أي الله هذا واي هي توابل ترى في الفشة اللغة الإنجليزية دم حال قدر بالسوء ناجي نما يري يرى سي والله بكب هذا ماشي في الفشة يعني ما بحر شيء يري مدو يأكل آه في الفل الله مستعان وار إلين إنجليش وار تلو الفلفل فلفل 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 مكفسريه فلفل واي و بلاك بيبر انجلش و بلاك بيبر يو ار رايت و بلاك بيبر مكفسريه واي مركه و خسميهي بلاك بيبر مكفسريه يعني و بسباس كنوع بيبر و بسباس لكن و بسباس كما دو اللي ما ورت جرين بيبر يا بلاك بيبر حتى كان كلا مارتي كوسكوسان انو بحنا بالكن بترول ما كان كلا مد مد green pepper ولا كير كيار بوربوران black pepper نوا كاكرول مركب وعي يري ودقت وحي وحي تشبسي الفلفل في الفشة سو مركب و black pepper هي والتوابل والتوابل توابل كنا هنديدو وكيريا هنديدو انت ده مارت رايس كيريا يكون سمايان يكون جدوديان مركب كيريا وحكم ده نوع هرودة هرودو يركول يعني توابل بلا رحلة سجنة marka waxay soo qaaday shaciir yar way 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 ridiqday dheri bay ku shubtay biyay ku shubtay saliid bay ku dartay wadaqat marta yani wadaqat fil 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 shab black pepper kasay ayay tuntay wa tawabil waxa kale ku dartay tawabil tawabil waxa weeye waa keeriga balkan ay ku caseeyaan hindidu bariskan inuu cunno inuu naqaano maxaa la yiraahdaa رايس كيري قال توابل بلد هذا أو فقربته وحيود ويسي إليهم سدح ذي ويل عبد الله بن عباس يا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يا حسن علي بن أبي طالب وفاطمة رسول الله شيء فقال واحد تري
waxay ku tiri فقال الله وحي فقالت وحي كتري وسلمى فقال وحي كتري هذا كني مما وحي بوها كان اوها يعجب مد سوچيته رسول الله رسول كي صلى الله عليه وسلم او يحسن وجعلا ولبا اكله عنديس معناها وقت جي رسولك ما انت 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 الا شيدو او يلف لو سميهو lagu sameeyo black pepper ga kulul lagu sameeyo maxaa la yiraahdaa lagu sameeyo maxaa la yiraahdaa maartay tawabil tawabil ratay ay walaal soo qortay ubax cali waxay soo maartay zirfan tawabil aniga wuxuu qoray english ba angliyo wuxuu qoray ani maartay border maartay keeriskaas bi soo qoray kelmadda aba in saas bay soo qoray inaga moqti hadaan Soomaalinahay aniga lafteenu ma nihin inaga lafteenu reer guuraamanahay hada intan aan qurbaha tagnay baaban cuntooyinka kala baranay ha tawabil wuxuu qoray waa keerigi hindida sax waay ah wuxuu qoray midabkiisa tusay isag أنواع البهارات والتوابل يجدنا بالكي مرتي نوعية دي عس عساي مرتي بريس كي كدر يشرين قروة برودي قروة مرت أي مرتي يقرأ والتوابشة مرك هذا على كل حال في الشاي توابشة بي كدرتي وفقربت هو يقول ويس إليهم فقال واحد ترى هذا مما كان يجور رسول الله سوى يحسن أكله ووحي رسولكم عندي سجلا صلى الله عليه وسلم حديث كاس ما كتره والصدوق في عينه وحكى لك شرع عبيد الله بن علي بن ابي رافع سند شيغي او ان حديث كيس وخوغا مارتي مارتي ومارتي وها سو دمي وا صح صار فين يو مارتي تنيرك يو وا كو مارتي بالا استعمالان مارتي لو درو انتدا لو غدوديو قال حدثنا محمد بن قيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن اسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال وحر اتانا وحنا نوبي النبي نبي نو يمين في منزلنا ان غريغه جوجنا نبي نو يمين صلى الله عليه وسلم فذبحنا نبي وحنا غورنا له نبي صلى الله عليه وسلم شاتن نفدي ما نبي غورنا صلى الله عليه وسلم فقال النبي وحيدي كانه واحد مدسبا علموا اني اوغيين اما اوغاين ان انا نحب ان نجعلها اللحمه ورموحي وين انه هلبك جعلها نبي با وحيدي جاب بن عبد الله بن وحيد يقول يجي النبي جاي ميو نفا نجور عنيو بكاسة النبي قلنا لك فتوى وحيد كأنهم علموا وحيد مدين إني أجاين أنا نحب اللحمين أنا هلب الله وقت بقى مرته هلب بدل بهاي سنة وفي الحديث قصة حديث قصة دير بولي الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بقول يستيت قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن مرت سعيد قال وثوري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل وياه أنه سمع جابرا وحكم قلة عبد الله بن محمد بن عقيل بن علي بن أبي طالب ابن عقيل بن أبي طالب وي أنه سمع جابرا وحكم قلة وجابر بن عبد الله قال ما 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 جابر أنه سمع جابرا وحكم قلة قال سفيان سفيان وحوري وحدثنا محمد عن جابر صحوي مرت حديث كيف بدري يعني روايات كلا قال سفيان سقو حوري مرك ورينا هي وحدثنا محمد المنكدر أيا وحوري عن جابر halkum ki hore uu ka wariyay Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil way labaduba aan Jabir bi khoriyan qala wuxuu waa mutabaca rasuulku xudu sallallahu alayhi wasallam wa ana ma'ahu Jabir xudu aanu rasuulka la socda ayaa fa dakhala wuxuu martay ala maratin nabigu wuxuu soo galay qof dumar oo min al ansari ansara oo fa dabaxad waxay u gowracday lahu nabiga shaata neef fadhiya fa kala nabigu waa cunay minha neef gaariga xageedii wax ka cunay sallallahu alayhi wasallam wa tadhun waxay u keentay adana bi qina'in lan أو من رضب تمرت نوع الرضب كلا يقان رير مدينة تمرت آد بيو بيرين شرين مركا تمرت وحا مركا بيرت اللي قسو قويو مركو يعني مرها لانتا تمرتا يدو مريه أي عردن يهين قفكي بادية تغيباركي مركو قوقو دقو إنه ري بادية نانتاقنو درتو مري صوصار تا عردنا أو بيالي مرها سمركا دمانا way asaadaan oo way bislaadaan oo malab yeeshaan sida faruurta iyo hoobta iyo marka midhaha marnaydo urdina la cunaa marnaydo asaadaan timirtu waa saaso kale
marka timirta laan weyn baa la soo jebiyaa oo timirtii ku taalo urdina ayaa la keenaa, deedna gurigaa la iska dhigaa, deedna way bislaataa. Marka busur bay noqotaa, marka qofkii rabaa busur buu ku cunaa, haddana malab bay yeelataa oo rudda bay noqotaa. Marka taasaa qinaac loo yaqaana. Marka waxay u keentay biqinaac ilaan oo min rudda noqotay timirtii oo casaatay oo dee markaa malaba. Marka innaga aynu haysanay qalasho aynu ku afuro, tamar baa la yaqaana, oo waa markay noqoto zabiib oo kale si canabku u noqdo, ilaa canabku waa heerarkaas u maraa. Marka biqinaac ilaan bay keentay oo min rudabka qoyana ee malabka leh, faakale uu ka cunay nebigu xaggiisa sal alla salam, uma tawadaa wuu weysaystay liduhri salaadii duhur buu weysaystay isagoo hilibkii iyo rudabkiiba cuno, wasalla waa tukaday, uma nsarafa iyadoo cuntadii markuu wax ka cunay baa la gaadhay salaadii. Marka nebigu salaadiibuu horta maratay intuu cuntadii iska joojiyey buu salaadii aaday, kadibna nebigu umansarafa wuu soo gadoomayo meeshii macsuumadiisii buu yimi. Oo faatadhu gabadhii ansaareed radi allahu canha waxay u keentay biculaalatin hambadii min culaalatii hilibkii nebiga hor yaalay wax yar kasii cunay baa mar labaad loo soo celiyey sal alla salam isagoo la ilaaliyey nadaafadiisa. Faakale nebigu waa cunay, uma salla alcasara, kadibna casarkii buu aaday. Marka waa casar iyo duhur dhexdii sal alla salam, walam yatawada, nebigu ma weysiisan. Macnaha markii hore waa laga weysiisan jiray cuntada dabka lagu kariyo, laakiin markii dambe waa la nasakhay. Marka axaadiistan waxay noo sheegayaan in hadda cuntooyinka la kariyey oo dhan iyo wixii kala toona inaan laga weysiisanaynin, inaan laga weysiisanaynin sallallahu alayhi wasallam. Xadiiskana waxaa soo saaray musannifka Jaamic Tirmidhi ku soo saaray, sanadkiisuna wuu fiican yahay. Qala xadasana Cabaas ibnu Maxamed marata adduri, qala xadasana Yunus ibnu Maxamed, qala xadasana Fuleix ibnu Sulayman. Sulayman sanadkiisa ninka maxaan ku dhahay waxoogaa maratay xadiiskiisa waa la daciifiya. An Cuhmaan ibnu Cabdiraxmaan, an Yaquub ibn Abi Yacquub, an Ummu Mundir hooyadii Mundir bay soo galay, wamacahu Caliyun Cali ibn Abi Daalib baa la socday, wawilku soddon goo ahaa, waana in adeerkii ruma Faadima Rasuulla isagaa qabay barakeysanbay ahlu beytkii, walanaa waxaanu lahayn bay tidhi dawaalin mucallaqa, guriga waxaa noo yaalay yacnihii laama timir ah oo soo laalaada oo dadku ay wax ka cunaan. Waa ko waa qabanta iyaga inaga imika baadiyaheenni marka geelu dhalo loodu dhasho ee adhigu dhale ee barwaaqada markaas ay noogu barwaaqo badan, iyaba xoolali bay ahaayeen, laakiin xagga timirta markaas ay ugu barwaaqo badan. Timirtii oo bislaatay baa guryaha noo sugnayd. Qaal waxay tiri fajacla rasuulku wuxuu gudagalay, yaa kulu inuu cunaayo sal alla salam, wa caliyun calinna macahu uu la joogay nebigo uu la socday. Marka Cali baa wuxuu gudagalay, yaa kulu inuu isna hilibkii wax ka cuno waayahay. Faqaala rasuulkii baa wuxuu ku yidhi sal allahu calayhi wasalam, rasuulkii baa isoo galay Calina uu la socday, waxaanu haysanay markaa laama timira oo bismucallaqa. Qaalad marka rasuulkii laantii timirtii aanu keenay buu wax ka cunay, wa Caliyun Calina macahu waa la socday, oo yaakul wuxuu damcay inuu timirtii qoyanayd ee rudabkaed wax ka cuno. Wuxuu ku yihi sal sana licaliy, mah ya Cali, Cali uu joojitan aad cunayso, fainaka maxaa yeelay naaqihun, yacnihi adiga hadda xanuun baad kasoo kacdayo, timirtu maaratay ama rudabku kuuma wanaagsana. Qofka bukaanka bukaanadu way kala duwan yihin, ajira waxyaaba caabaqa kordhiya caabaqa. Tusaale marka qofka haddii nabar ku dhaco oo uu malax yeesho, dadka rasaasta ku dhaawacmayo, haddaan antibiotic la siin, bakteriyada iyo lagaga qalajiyo, oo qofku uu timir cuno wuu caabaqaya, waa lagu caabaqaa. Sidaa darteed ribadiin way yaqaanaan qofku markay isdili jireen, qofku markuu nabar ku dhaco ama waran ku dhaco ama xabadi ku dhacdo ee la dhaawacinayo, ili dadku antibiotic iyo dawooyin ma haysan, yani nadaafadiisana way ilaalin jireen, way dhayi jireen, dhirta ku dhayi jireen, cuntadana way ka kontrooli jireeno, cuntooyinka caabaqa nabarka keenta ma haysan jirin. Marka nebigu wuu garanayaa, wuxuu yidhi adigu jooj, waad ku caabaqaysaa. Qaalad waxay tiri markaan sidaa ogaaday, fajalasa wuu iska fadhiistay Cali ibn Abi Daalibo, wanabiyu yaakulu, nebiguna tim wuxuu iska cunay rudabkiisii. Qaalad waxay tiri fajacaltu lahum, waxaan u sameeyey silqan, silqigu waa dhir, yani maaratay dhirtan buquusha ee greenka ah oo lagu sameeyey, iyo wa shaciiran, iyo maxaan ku dhahay shaciirkaas oo la tumay, waxaan isugu sameeyey maaratay yani bahasha greenka, yani maaratay greenkaas
laga sameeyo cuntada iyo waxaan isugu sameeyay bay tiri shaciir. Faqaal nabiyu nabigi markaan taaw keenay nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam, faqaal nabiyu wuxuu ku yidhi li Cali, wuxuu ku yidhi min hadha afasib, tan baa adiga ku anfacaysee iska tahay kan cunbu rasuulku ku yidhi sallallahu alayhi wasallam, fa inna hadha awfaqu lak, tan baa kuu fiican oo awfaq ku waafaqsan laka adiga xaaladaada caafimaadke. Wasaas xadiiskuna an xadiis fiican weeye, macnaha sanadkiisu wuu fiican yahay waayahay. Macnaha waxaad garanaysaa ambiyada iyo diinteennu waa diinteenna maaragtay iyadoo maxaan ku dhahdaa yani inaynu asbaabta qaadanaa nebiga loo soo dira, yani waxaynu arkaynaa markaynu imaka yani nebigu qofka in la daaweeyo, in daawo loo raadiyo, in la dhao cuntada wixii aan habboonayn, in maaragtay loo diido meelaha daacunada iyo xanuunada fayrasku ka dhaco ku gelin, kuwa jooga inaanay ka bixin, in la karantiimeeyo, in qofka la daweeyo, in maaragtay rasuulku yidhi ma jirto daa ilaa ilaahay dawuu soo dejiyey, yaa cibaadallaahi tadaawow istaweeya, dawada raadiya, qofku inuu dawada isagu raadiyo, inuu islaaliyo, shareecadina waa sidaas. Asbaabta adduunkan in aynu camiro oo waxa khayraad ku jira iyo caafimaad iyo cilmi ayaa laynoo diray, laakiin muslimiintii waa la baabiyey oo oday maxaan ku dhahdaa maaragtay marya guduudano aaminsan in halkan malaa'ig soo degay soo wareersan baa maaragtay dhaqankii islaamka iyo kii caafimaadka iyo kii cilmiga maaragtay yacnihii nebigu ina baray sallallahu alayhi wasallam, wax walba hawadiinu ka baxna, wax walba hawadiinu ka baxna. Marka waa muhiim qofku maaragtay diinta haddii loo laabto yacnii khuraafaadkan iyo gebgebtan waynu ka baxaynaa. Addoomo ilaahay uu abuurtay oo kownkan wixii loogu talagalay adduunkana cizi ku noolaada aakhirana jannada gala ayaynu noqonaynaa fiican. Maaragtay labadabana inaynu qaadanaa waa cibaado, qofku inuu istaweeya waa cibaado, inuu xanuun naftiisa u geystaana waa dulmi. Wax kasta oo laynoo diiday khamrada maxaa laynoogu diiday? Maanta adduunka oo dhan yani akhri risaajada Google gal, imise milyan baa sanadkii khamro maaragtay beerkooda uu baabaa kansar ku dhaca, kansar of liver yani khamre ab, imisay kokain dishaa, imisay maxaan ku dhaa heroin dishaa, imisay HIV iyo galmo maxaan ku dhaa aan xalaal ahayn oo ninkii intaasoo baartanar u tegayo oo xanuunadii maaragtay sexual transition disease uu ku dhacayo, imise milyan baa sanadkii maaragtay ku dhinta? Imisa yani sharcigu wuxuueeyey oo xal ku jiro lama heli karo. Yani ribada maanta yani boqolkiiba shan baa adduunka lacagta adduunka o dhan iskale, 5% baa the whole world maalka adduunka iskale, yani baananka iskale. Dadka yare maarata dadka masaakiinta ah tooda cunaan oo ama inshooran ku cunaan ama ribo ku cunaan ama deyn ku cunaan, yani waxa leeyahay Soomaaliya 5.5 billion baa lagu leeyahay, ogow asalka lacagtayna baa hanay 300 milyan bay, maantana waa 5.5. crashkii ugu dambeeyo Mareykanka ka dhacay maxaa yacnihii 2006 iyo yani markay baanankoodu wada xidhmeen ee dowladdu tagasbeeriskii lacagii nimankii yuhuudee baananka lahaa ee dhergey la siiyey si aanu adduyadu khalkhal u gelin, hadaba liiso lacagahay weligoodba beenta maxaan ku dhahdaa compound interest-ka ay faa'iidsiinayaan iyagoo faa'iido oo dadkiiba madhiyey baa intii soo celin kari weyday ee ahayd poor people-ka bay yiraahdeen maxaan ku dhahdaa baanankii shareholders-kii lacagta noo sheegnay lama hayo maartay. Marka si aanay khalkhal dowladdu u gelin baa iyagii weliba lacagtii tagasbeerka baaqi hadhin la siiyey oo baananka maanta u furayn. Yani waa adduun aan cadaalad jirin oo yani maaragtay masiiba ka dhacday. Marka dadku ma oga, kuwa maanta dhalinyarada maanta yani maaragtay aqoonyahanka Soomaalida sheeganaya ma fahansana adduunkan maaragtay iyo dhibaatada ka socota iyo ilaahay kownkan lahaa bini aadamku yani maaragtay dhibtiisu geysanayaan iyo waxay sameynayaan. Qaala xadasana maxamed ibn qaylaan, qaala xadasana bishr ibn sirriy, can sufyaan, can dalxa ibnu yaxya, can caaisha bintu dalxa, can caaisha umi lmuminiin qaalat, waxay tiri kana nabiyu nebigu wuxuu ahaa yaatiini midii yimaada caaisha leh fayaquulu wuxuu igu odhan jiray acindaka qadaa, wax cuntaa ma haysa sala allah alay slam, faaquulu waxaan ugu jiray laa qaalat, waxay tiri fayaquulu wuxuu odhan jiray innii saaim, waan iska soomaya. Macnaha soonta sunnada iyo faralku waa kala laba. Qofku markuu soon faral la soomaayo laabudda inuu habeenkii saqda dhexe intentionkiisa inuu soomayo waa inuu maaragtay caddeeya laa siyaama liman
لم يبيت النية قف كان هبين كي مركو سيحضر انتان لقارين صلاة الصبح انسون تين ينو نسوميو هبين كسا وسير راجحة عما قاروح يقول اني صدق هبين با اد حتى مارتي سين يون كرتو unless اي سون تي دحدا اماد حنون صوتو اماد سفر قشو اماد حيدي يشو مركا وين النية دي تجديسة واي هاي مركا لكن سون تصنع أديكون هبين كي كتلاقين بعد صبحي إسكسو توسي كرتا والله ما تسكسون أنت اللي يبي أنا ملعبي واتسوي مسا يضع يده هو صبح ذي نبي الصبح يو قراءة ذي منشري وحماي سا عايشة فاقولوا لا ما حب ما هيو قالوا حيت رفا يقولوا حرج مرك إن مرت إني سايم وإسكسو مية صنضو وخيار بعد لذ واتسوي كرتا قالوا حيت رفا تاني يوم المالين بيوم فقلت هنقول يا رسول الله إني أهديت لنا هدية بالنوك يعني أهديت لنا هدية نبيه هدية عنو شري لكن صدقة ما عنو شري أهل بيتك سنة ما عنو شري وهي صدقة ووحقف دار إلهي وصدقة استيو أو ساخضة يعني الدنوب تيسي وسكاكا مسحية نبيه أنا إلهي سبحانه وتعالى وكحرمي إنو صدقة يعني أمدي سلا ذا عنو نبيه كربت ما هي زكادنا ما عنو شري صلى الله عليه وسلم لكن هدية ده وعنو شري صلى الله عليه وسلم قال وما هي قلت هي حيس أنت حيس لأنا نبيه نوش على قال أما إني أصبحت صايمة والله اسك صومبان اسلها ايه لا كالي قال وحي تري ثم اكل حيسكي من صلى الله عليه وسلم حيسك هو انتو لغا سميه عانو ايو وخ لاسكو دراي عمرته يعني معان اد بنبو حيسك وجه على صلى الله عليه وسلم وين صوم ري هورين صوم ري حيسك واي هي حيسك وحوي هو التمر يسمن صبغ اما عقد يسمن يدقيق انت سالس كوكرنا يا انا وحلقة سمين شري دقيق يصبغ يعانو انت سالس كوكري ومرت سدي وبس بورج كوكلا لو سمي معنا دقيق هو نوع بورج كلا سمي بورج كنا دقيق على سمي مركا او تسكا او تسك هو نوع امرت يعني بورج تسبا على سمي يا اما وحيابها كلا اللي تشبيه بالغا سمي يا مركا كاس يصبك يو عانو لسكو سمي مركا غير كو تمير بحتى لو دري جري ايا لو سمي جري حيس كو كان نبغى نوجه على صلى الله عليه وسلم حيس البخاري ومسلم باوري كلا سنه كو كسوي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا ابي وحفص بن قياس عن محمد بن ابي يحيى الاسلمي عن يزيد بن ابي اميه الاعور يزيد بن ابي اميه الاعور ضعف باكسوان عن يوسف بن عبد الله بن عبد السلام قال رايت وحرك النبي النبي قال اخذ قاتي كسره شب او من خبز محن كره موفا اما عنشيرا كل بكات ندد او شعير لغا سمي اخذ كسره كامرت كسره قيب يرو من خبز الشعير باشا هيدا لا يراهو يعني عنشيرا لغا سمي اما كيمس لغا سمي اما موفا لغا سمي حدن تبا كو فوضع عليها نبي وحو مارتي وكدر صدي تمرة تمر كل أسم بوكدر صدي فوضع عليها تمرة أي كدر صدي وقالوا حر هذه تني إدام هذه يعني خبز تن شعير كا تمر تما كعنا يا دم عام بلاد إنه وين قارن مرت خبز تما عن جرد أم روتية وحين كعنا جام أي نصي سنوكل جام يعني مرت تمر توكل جام ولا قصة مكرا مارتي مارتي جام كل قصة حياها معانو كله واي فوضع عليها تمر بوكوني سجام بوكوني وقالوا حر هذه تني ادام هذه وإذا كي حلو ادام لها يلقون لها تن وكلا تيوسكو انا مركا لبدودي صلى الله عليه وسلم واي هي حديث كان وحصو ساري ابي داود لكن وحكوس ومرتوانين مجهول على عور ايا كوسوغان حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عوام عن حميد عن انس أنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحنا سكوري كان وحوها وح يعني هي سوتش يدن شري النبي ها وتجي شرين ها الطفل يعني أنتوا ين كيسة مركو عنوه هدي وح يلو صهران النبي صلى الله عليه وسلم كم تجي شرين هم بدي سو عنو شري هم بو كان يعجبه الطفل النبي متواضع بها صلى الله عليه وسلم أنت ما دادين شرين إلا إذا أنا ما تعلين بل النبي عنو شرين أنت أنت عقرتان رمايا oo barakadu inta u dambeysay ku jirtaaye yani cuna soomaalida waxaantiga ah ee yurub tagtay ceebta ku dhacday kanadi maajin ana waxaan noqonay dadka
dadkii ugu faqirsanaa ee Yurub iyo North America tagay. Caruurteedana maanta yacni sida cuntadeenna aynu daadinnay iyo qashinka riseejiye laga sameeyay dadka immigrantka khaasatan Soomaalida. Soomaalidu waa yacni maartay qofkii dee Ilaahay u naxariistay aqoon leh ee cuntadan garanaya iyo nicmada Ilaahay siiyay iyo dadka u baahan iyo maartay waa baab gaara. Laakiin caruureenna waxyaabaha lagu arkay waxaa ka mid ah rootiga dhexday ka cunaan. Bas inta dusheeya yare maartay bay tuurayaan maartay walciyaada billaah. Yacni dhaqankeennu inta badan waa dhaqan reer guuraaya inaynu ama maartay yacni qaxoonti iyo baaba iyo xero qaxoonti iyo halaag iyo maxaan yeenaynu dabaqa sare maartay yacni intaynu gallo maxaan ku dhahdaa maartay aynu kibiro labada waxba dhexeeyaan. Laakiin bini aadamku wuxuu baahan nolosha inta hoosta ka bilaabo inuu is xadaarad leh wax walba fahmo. Yacni ummadda Nebi Maxamed saas ay ahayd, ummad xadaarad leh bay ahayd oo aan kibraynin. Qaala cabdullaahi yacni maa baqiya min aطcaam, yani sufulka waxaa loo jeedaa yani wixii cuntadiisa u hadha buu cuni jiray oo nadiifa sala allahu wala alihi wasaxbi wasalam. waye imaam axmed baa xadiiskana soo saaray sanad soo fiican. baa maa jaa fi sifati wuduui rasuuli llahi sal slam cinda aطcaam, nebigu markuu cunayo wuduuga laba macnaa loo yaqaana, marna waa taweysada ee salaada lagu tukado, marna farxarashada ayaa wuduu la yidhahdaa asalka. markii dambe ay sharci noqotay inta la dhaqdo la sandaarsado la luuqdo wejiga la dhaqo labada gacmood la dhaqo madaxa la masaxo cagahana la dhaqo oo dabeedna salaad lagu tukado nadaafadeenna aynu saa u ilaalino oo maalintii shan jeer weysiisano, hadduu qofku in ka badan weysiisan karana weysada muuminku maartay dee waaba hubkiisa. marka dee muuminku mar walba waa nadiif. marka iyada oo marka faraxalku uu yahay maxaan ku dhaa wuduu la yidhahdana axaadiis baa inoo iman doonta. yani marku qofku cunto cunayo kale ma jaa fi sifati wuduu rasuul sa inda aطcaam, cuntadiisa markuu cunayo. xadiiska 185 xadasana axmed bn munaqal xadasana ismaaciil ibn ibraahim can ayuub sakhtiyani can abi mulayka can ibn cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhu ma ana rasuulahi rasuulku sal slam kharaja, wuu soo baxay min alkhalaa, wuxuu ka soo baxay musqusha isagoo maaratay farihii wax walba soo dhaqay, oo faquriba ilayhi aطcaam, cuntaa loo soo dhaweeyo, faqaal waxay yidhahdeen alaa naatiika biwaduu, weyse ma kuu keenaa? qaal wuxuu ihi inamaa umirtu bilwuduu, inaan weysiisto waxaa la yamray weysada sharciga idaa qumtu ila salaa, intuu galay buu dee soo fara dhaqday. marka yani wuduugu marna waa wuduuga sharciga ah ee cibaadana waa fara dhaqashadii oo inuu qofku nadaafada ilaaliyo iyada lafteeda. marka ilaahay dartii ma jirto muslimku camal uu sameeyo gebi ahaanba. waaye xadiiskan waxaa soo saaray ee jaamica iyo abi daawuud baa sunankooda kusoo saaray. qaala xadasanaa saciid bn cabdiraxmaan almakhzuumi qaala xadasanaa sufyaan bnu cuyayna can camr bnu diinaar can saciid bnu xurayd can ibn kharaja rasuulku wuu baxay min alqaaidi musqusha ayuu kasoo baxay, fautiya bidacaan baa loo keenay, faqiila wuxuu yihi alaa tatawada miyaad weysiisanin, faqaala wuxuu yihi ausalli miyaan imika tukada faatawada miyaan weysiistaa, isagoo macnaha imika looma baahna cuntaan cunaya. maarta nebiguna uu soo faraxashay markaa sala allahu alayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. qaala xadasanaa yaxya bnu muusa qaala xadasanaa cabdullahi bnu numer qaala xadasanaa qays bnu rabiic ninkaas dacfi baa kusugan, waxadasanaa qutayba qaala xadasanaa cabdulkarim aljurjaaniya can qays bnu rabiic mar labaad xadiiskiibuu keenay can abi haashim can zaadan can salmaan qaala wuxuu yihi salmaan wa salmaan farisi saxaabigii rasuulka saxaabadii rasuulka ka mid ahaa, qaraatu waxaan akhriyay fi tawraad tawraad dii nabiy llaahi muuse aan akhriyey oo waxaan ku arkay ana barakata طacaami cuntada barakadeedu inay tahay alwuduu in la faraha la dhaqdo bacdahu markaad cuntada cunto ka gadaa inaad fari dhaqato ayaan ku arkay tawraad. fadakartu dalika nebiga waxaan arrintaa u sheegay linabiy nebigana sheegay sal alay slam waakhbartahu waxaan uga warramay hu nebiga bima aan ka akhriyay fi tawraad kitaabka tawraad, faqaala rasuulka wuxuu yihi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam barakatu طacaami cuntada barakadeedu alwuduu waa dhaqasho faraha oo la dhaqdo, qablahu cuntada intaan la cunin inaad farahaaga soo dhaqdo baa barakada maarata cuntada ka mid ah allahu alayhi wasalam. yani cuntada waxaa ka mid ah barakatu طacaami waxaa ka mid ah alwuduu weysadii ama fara dhaqashadii ka horreysay qablahu intaad cuntada cunin, iyo walwuduu inaad farahaadana dhaqato bacdahu markaad cuntadii cunto. yani labadaba nebigu ku dadaali jiray nadaafada sala allahu alayhi wasalam. xadiiskana waxaa soo saaray imaamu tirmidi jaamiciisu kusoo saaray, abi daawudna sunankiisu kusoo saaray, laakiin waxaa ku jirta qays bn abi rabiic
waxa la weydiiyey imaam axmed marka ay yidhaahdeen waa munkar alxadiis, laakiin xadiisku wuxuu leeyahay shawaahid, leeyahay sunankana wuu ku sugan yahay in nisaa iyo in yani nebigu sal alla salam uu maaragtay faraha dhaqan jiray marka uu cuntada cunaayo iyo marka uu maaragtay cuntada cunaba waayahay. اللهم استعان اللهم اللهم استعان وايهاي وحيري اللهم استعان. حين جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه هل كان واحد يقول لك لنا باب كم بين وجود بين دون ان شاء الله وحي اورنجري النبي باب ما جاء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الطعام نبي انتان انتظر عنين يو بعد ما يمرك النبي انتظر عنه ما يفرق انتان كفارق منه انتظر محور انشري صلى الله عليه وسلم الى ملك استعبادة كجرته حياة النبي ما تشرين مارت ميل على النبي حرن ما به لي سدة هدو سيحضو هدو صوت توصو هدو فرديو هدو ذكريايو هدو وناك دات كامرايو هدو حمان الديدايو هدو مسقول قلايو هدو كسوا بحايو دو مساجد جلاي دو كسو بحايو هدو دول كسودو هدو جاديد فوليو هدو كدغايو هدو هيركي سلا جماعايو هدو مارتي لا شيكيسنايو هدو عرور لا جوغو هدو عرول لا جوغو هدو مد لا جوغو هدو وح دغايو هدو سو دغايو هدو ساحنايو هدو سو توسايو هدو وح عنايو هدو وح ابايو هدو فكرايو ما جيرتو ساعات ساعات كاميدا او عرب كنبيو انو الهي سبحانه وتعالى هذا الهين يعني قفك مؤمن كان وسداس ألا بذكر الله تطمئن القلوب قفك جور مهبي نغنيا واي قال ذو أيود لي النفتو ذا ذا نت هابي عن أخري أي ويكن نكي أدون كتتك أقوم جزء بنا اللي حاجة أدوية صامري ستيف جوبز يعني مين ماركيس وقدم بيجي الله قرأ كنسر كدلي دونا إن يركار ليريدس وحوري أدون كوحن كحي قيبولي إن النقطة محن كده بليونير لكن إمك أو عن دمان هاي بود أو death bed كي يجي شيفو بواحن realize كريس يبود I have realized it. Instead of making billions of money إن أن إيه في عنيد إن أن to make my life happy dhowriyo konton baan ku dhimanayaa buuri habeenna maan farxin buuri qof maanta ii dhimanayaana ma jira buuri ay wish inaan heli lahaa si aan farxad intaa usoo shaqaysto inaan heli lahaa qof ii dhinta marka dadka waxaan kula dardaarmayaa buuri ilaahay islaamka ma siinin waa laga xarima laakiin dadka waxaan kula dardaarmayaa buuri war inta dabaqiyo iyo guryo dhaadheer dhisaysaan intaa bira tumanaysaan wixii loo baahan yahay ma ogiye waxaa ka shaqaysaan buu yidhi inaa farxad reerihiina kula noolaataan inaa bani aadamka dhibaataysan wax tartaan instead of maxaan ku dhahdaa accumulating and collecting billions and billions and billions taa samayn lahaydeen ay arfaysi yibuuri waxaan idin kula talayaa buuri noloshiinnu waxa adduunka samaynaysaan inaa ku farxdaan farxad ka weynna ma jirto buuri in bini aadam ku baahan inaad wax tarto farxad ka weyn ma jirto balka war ninkaasi yani khaladku samaysu maanta uu fahansan yahay ajaay yani ilaahay baa wuxuu alaa bidikri illaahi hooyay buuri ilaahay ألا بذكر الله ورحسك إلى قلوبك فرح ذا قفك إلهي سبحانه وتعالى يعني معناها لبك استؤوك جارة فرح بيكون غنسة You will never feel it هديس قفك أنا إيمان لهين أو قضحي أي مده ومراد لاعيا حاشا يدان يا آدم ودحي عليه الصلاة والسلام لابد بإلهي بقى أبو ري لابد بچنا دا لغو أبو رأي لابد بإلهي وي امتحاما لابد بوي قفين
آدم هي بليمر الله سبحانه وتعالى إلهي مرته أنا أنت وهذه قدر أنت يقولين نور بعد جاء أبورته دب بعد جاء أبورته أنا اللي نندو بلي مرته لقى مرته أزوجه آدمنا ربنا ظلمنا أنفسنا بودي إله هو أن تكون ظلمنا أمر كاجي من الدين أنا قا أضام كوا وهذا عبادة نوع أبورته بانو ويكسر ذا ليميت حد كانوا كبودن وإن لم تغفر لنا إلا وهدانا نودن بدافن أو ترحمنا أنا نون حريصا لنكون من الظالمين هل كازيكو كالتايان هذا هو يمن بين لكن خوفك إبليس كان راح بليم هم سلف بليم الله نولوشي سبا أي بليم تاي أن فهم إله وحبا أبورينا تاي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنه إلهي قفك عمل ونكسن سمية كعمل حن سمية إن الدون كان لقوك لساره ومنه هي go back to the جنة منه هي go back to the نار قفك بهدانو إنت أنه لوش أفهمين مرتي وفيليا وفيليا that's why Adam he went to the back to, he went back to the جنة إبليسنا he will go back to the نار والعياذ بالله إلهي إبليس كوين مالين تاس أبتنا ونولي He's alive. إن عرش إبليس على البحر إلهي وحيري نرش ونكو دين يابود إلا نفخذ هرين إلهي وكبري نفخذ الدنباء حتى بالفير حاسد نمديس يعني فود أفرطن سنة ورحي سلامة نفخه تأدون كورد ما يكون بنا يعني أي هلاك ميان إلهي وحيري دونا لمن الملك اليوم أفرطن كاسا نوض سيس جوابية بس إلهي وحيري لله الوحيد القهر مع جبريل بعد مريم مع ملايكته إلهي عدو دون مهنة إلا ما شاء الله إذا أنه إنه الشيء يقول إلهي كرب سبحانه وتعالى وعندي من دوري وإلا قديد وعدد لمن السابل لجيرد إبليس وعدد لمن السجيرد مركا يعني مارتي إن أي الدين تفهنه وفرحد إنه فهنه وفرحد إنه إن أدمارتي بني آدم كعاوسه هدو قالي هي هدو إسلامي هي حيوان كعاوسه سكرفايس ما يسو وقتك يعني كفائدي سو إن وح بني آدم كأنفع آية سميسو قفك دباتي سن كوا استلايه شيسي سو كوا دباتي سن وقرمتو هذا بل فرسو فرح دا كجرت هورو مركا الدون كان با كجرت براكا دا كجرت وبد كاد دالي سو إن يمعنى نوع عاصو كلا نغضان با كجرت وحا كجرت إلهي وقتك نكو براكا وحا كجرت مركا الله كولانتو إن يعني عيشة راضية نرول أدرالي كن قطو وأنا تكجوابين وكجبل ما هين هنا دبو هشو مرت باكوجرت إلهي أنا مرت أنا فانسي قال وحولي مرت حديث كبقول ستين ستين حدثنا قطيبة بن سعد قال حدثنا ابن أبي الهي عبد الله بن الهي على رضاني كان عنجري حافظ عالمة لكن مركي دم اختلاط بخود عاي كتبت سنة وكذا يعني تي مركا يعني مرت سقو حفظ جيس الحماضي بل أقاديين وحد إسوريه مركا رجي هرئك لي قاني حديثه ويكوريا ولا صحيحية لكن تذكر مركوس وجبوبه محنكرة وكرة عين محنكرة مير دارسنكو حديثي سكوري مرت أنا قانون حس كده ولا ضعيفية عين سيد من أبي حبيب لفتي سنين كاس وكورين أيو اسمه مرت مقال باكسون عن راشد ابن جندل اليافعي عن حبيبنا أوس عن أبي أيوب الأنصاري دينتن إلهي ركبو أدري أو مرت إلا ما ننتي نبي لجوري نو اللي برد قن كيس إيو مرت يعني حديث يعني حس كصوص حوالي قانا يمد البو حلقة قاطه مركا حديث كهسي سوى ضع في كتير هادو حديث تي كلا وافقه واحد بعطاه ماله لكن مركو معنا دير هذا كانوا نين كتير أنا ضعيف في هاي بنان كارلو تورايو مرت لما دليش دو مرت إلا ومركا أما قرآن أما الدليل كلو أو يعني هي متواترة ووافقه مركا أنا دي ماله قال وحولي كنا عند النبي قال لك يوما مال وفقر ربا ولسدوا اليه النبي طعام عنته فلم ارى ما ركبوا طعام عنته وكان اعظم بركه كبر كبدا منه عنتدا النبي لو كان اول ما اكلنا انت هران عني ولا اقل بركه ما نن ارى عنت كبر كير في اخره قيبتي الدنب فقلنا وحن نقول يا رسول الله كيف هذا عنتدا ان مركي ان الله ينو بركي مركي دمنا بركدي ولا قاده قال وحي رسول كلي ان ذكرنا اسم الله مركي عنتدا سو فريسناي إلهي مجيسين كحسن يعني مركي نعني واكو ثم قعد من عدبا ينوصو بيرتي أكل عمتدي عمتيو ولم يسمي الله إلهي عن مقعاب تعالى كري
فأكل معه قفكي وحكو صور دونتي لا عني الشيطان الشيطان حديث كريم كان ضعف بقى كتير سنة كيسة لكن معنيه سوى صحيح حديث البخاري مسلم يو شيطان كبر كتقول جاك صور قشو هداد بسم الله أورن والباب بسم الله كفر مركز أنت هذا تقول جاك صور فلسطين أنا أورن بسم الله عرضنا أنا تصدق أرق هذا اللي بدأ تراه ده شيطانكو يعني مرتي شيء الدين تو ويس مرتي ويس ورمايا وحنا يعني عا والله ما بيت لكم قريجا بس إن كبار لقو غبطي هو يش إيدكم مسونانين ولا طعام لكم من تنا ملي هدين حدي خوف كل بدي بقول بسم الله يلهذا إنه من تدي بسم الله يلهذا الله بدي بقول حنا يا ما بيت ملا ساحة تانية عمتان حدوني كحاس كيس يطلب بسم الله يعني شيطان كو حرنا يا مارتي عاوة هول با يدين سوناتي قرآن كيف تعالى وشاركم في الأموال وأولادي وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا بالين إنو تاقلان هاي دانو مارتي آبه ويسقى بين أو نظيفة هينو هو يد نظيفة هينو بسن كقبصانو شرعي جيس نسكوت تغينو دادكو وريرسن يهايو قاركود مارتي دي دونا بالودلي يهينو مصيبة دعضيو مارتي شيطان كيسكي إرينو سبحانه وتعالى كون كان اسكاله وحال قويم تحامي توسط علماء دليسو يادي توسط داد يقول ياغ يبركدي سي فعل كاعد سمين يسو بحال قويم تحام إذا وحن نقول يا فعل جاني وانا وإلهي وافق سن وحتى داد اللي هو إلهي بمارتي بسم الله أول وآخر بدر نصر يعني وقال لقد بقية يعني. شيطان كي عمتدي يقول يخيرك وحول با مارتي وهوغي قفك مسلم كا حتى هدو إلا هو لو قبل ماي ربنا لا تخذنا إن نسينا وخدعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا مركا حلا يسكيل علي إلهي دين بركة يعني نلوش ندوين هاي سنة إلهي بين نسي سبحانه وتعالى فرحد دين ندوين هاي سنة لكن إنك إسك حرمه إنا إلهي مارت فرحد دين إنك ما حرمه إلهي سبحانه وتعالى دقن كي إنك محمي حديث كان وحينو مرينا اللهم استعان اللهم استعان حديث كبقول ستيتن يا سال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابي داود اها واي هاي بقول يا سال صحوي لا تنكي حديث كاي مثل كاي نغاري حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابي داود حدثنا هشام الدستواي عن بديل العقيل عن عبد عن عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم قوادها ام كلثوم وعائشه كورسه تابعيه سنه كذا ولمضوا ويد دوران عن عائشه وحي كورسي قالت وحي تري عائشه رضي الله عنها قال رسولك وحري صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم متكين هدون انتدي عنه أو فنسي إلا هو أن يذكر الله إنه الله حصه سبحانه وتعالى ها على طعامه انتدي سينو إلى هذا يعني مرتي بسم الله هدو إلا هو مركو حصوصت فليقول هاي هذا بسم الله إلهي مجي عيسان كوب بلابي أوله انتدى أول كيديه وآخره آخر كيديه انت سكدب جيو شيطان كوما تغيى صلى الله عليه وسلم يعني النبي حديث هو صحيح وهي وحصو صاري يعني معني سوى صحيح ام كلثوم باكو جرته لكن وحليه حديث شواهد بولي المتن صحيح بشواهده وحنا انه كسو مريبا صفحه 193 هي صدح حديث بقول وحنا كسو مريها صفحه 193 صدح وين كسو مريم يا لازم شرحا اين كسو مري سوى صحيحه ام كلثوم اني كجرين حديثك بقول يا عشان حدثنا عبد الامار عبد الله بن صباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروه وابيه عروه بن الزبير عن عمر بن سلمة انه دخل على رسول الله عمر بن سلمة بوحو صوغ لرسولك وعنده طعام عمر بن ابي سلمة ام سلمة النبي قال قبي ابي سلمة رسولك صاحبها هاين مركي وجيريودي ام سلمة النبي قرسي صلى الله عليه وسلم مركا زينب عمر وحي هاين عروتي نبي كوريي حاسكي سوى الشيء دين تنا آدو فافيو صحابة يرير نقضي رضوان الله عليهم أنه دخل أنه دخل وحوصو قال على رسول الله رسول كيبو صو قال عمر بن أبي سلمة وعنده طعام نبي عنتو عناي فقال وحو يري مركا أودنو يا بني ويلك يا وحو أركي وحو ركا عنتي ديو ميلولبا حيردي مارتي رسول كيبو عناي ميلولبا فري أنجلجلي كاسو يسو دو وادي بيقول نبي قلت علي انت وحليا لغا اذن يا بنيا ويلكي غو يسو دو وري ويسو دو ويبو الما مركا تشركا كو قبطو ادن كتا المهو مارتا يعني ووح
ومعناته قفك وين قاعد بوجوك الحسين يعني نوع التربية دي كمت المهم مركز تسود ويصير قلبي جاجة مارت ما أنت قريه هنا بربر بضم باكر عاي هو يوين كي بربر دالين هو يوين كي عروت دالين رجيت نبي يكون جور سدين يعني مارت يجي بع مارت لك على لنا يا محلوك على لنا بان الصبي يا أبي هربا المهم هدو سيه يمان تلا ولا رغم أو المهم قلبي جيسة ومارت إلا هو يدي مارت يسقان هو أبويه أبويه كده الرسول يعني ويعني وماشى إلى هي وهو إيه جاي يعني وحبك أحمد ما يعني بالكبر النبي التربيز المهم ما دلين لكن هو اللي مهيسي والنبي قال له صاحب كبار دلي حاس كيسي بعد الشيء يعني المهم مارت إن بيها قال هي كأبورة يعني وحوين كمتران لكن قفل كوريا انتظر كسيا تشيرن كسيا يعني مارت وضع كرتان جاي بلاد مركز النبي وحكوا لي أذن يا بنيا ويلكي يقصدوا فسم الله مركز دون سينا تحمطه إلهي ما قعو تعالى كري وكل مي بيمينك إلما هي قعو انتظر حلمي تكعون وكل مما يليك حلك كسوحي تنا يعني حلك كسوحي تنا كعون معناه النبي وحوطها برايا نكني هو جامي نغنيا عنتو عني دونا ومد بو هو جامينيا تعالين تنسين يعد بو قد بنيا هذا ويل كيرا ما انت اسبع حديث كان عاوي نو شيغي النبي وحو كيري يسو دوو هذا كون بي حدا وحبها كو تامن بي حس حردي وحسا مارتي ليس كيها جاجيا وحد انت وحي انت دو كسو حيغا بل كور يعني وا نظام دن وا منهج دن يعني نولش ولا سيك بلا مسا وا اساسكي حديث كان اي وحا سو ساري جامع اي ابن ماجه بل لو سنه كي كو سو سارين سنه كي سنه في عيه قال حدثنا حمد بن قيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابيه عن ابي مرت هاشم عن اسماعيل بن ابي رياح عن ابيه والرياح مرت ابن عبيد اما ابن عبيدة الخضري سعد بن مالك بن سنان بل رجل اصحاب ابي سعيد الخضري قال وحل كان الرسول كوحها اذا فرق من طعامه مركو انتدي سكفارقه صلى الله عليه وسلم قال وحل انجلي الحمد لله مهض يا أمان وحيسكالي على كليجي الذي إلهي أطعمنا نقوديي ووسقانا نورابيي وجعلنا نجيالي ها مسلمين مسلمين نجيالي معناها حديث كم حكوا جرى السنة كيسة أبي داود يا حصاص عري مصنفك دروق بدن وحكوا جرى مرت إسماعيل ابن مرت ابن الرياح ومجهولة حديث كلا يعني فربنا بصور رطي مرت قفوا أنت دمركم عنه حيابه ورنا حديث كاس والله ورنا كرا لكن قار كسع حسن بصوص الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور ابن أبي يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال وحولي كان الرسول كوحوها صلى الله عليه وسلم إذا وقعت المائدة من بين يديه مركة يعني هي أن إذا مركة أي صورة عضوه إذا ما يوحد هذا يعني إذا مرتي إذا رفعت المائدة ده وقعت معها وإذا رفعت المائدة مرك حيردي مرك الله رفعيه من بين يديه هرتي سلقا قاضه صلى الله عليه وسلم يقول وحور انشر يبدأ من تدعونه الحمد لله أماني يمهض وحيسكلا لك لقي حمدا مهض أو كثيرا بضنه ضيبا ضيبة ودقونه الحمد لله حمدا كثيرا ضيبا مباركا فيه إلهي ما هذه يا أمان ما تسكله أو طيبا وناكسا أو مباركا لبركه فيه كدهد ما هذا صو غير مودع مدان لقيت تقينين حقي إلهي أدو تيكرتا دقيقة دو إلهي قلبي كما قنيهي الشيطان يأدو يو كما قنيهي واحد كل نوش هاي وايلد لايف يعني إنه لو الآذ بحبت كل نوش طيب قد دي لهي لجوك تي قلبي أقول لجوك أنا كان ندي أدوك هاتكو جرتا كان ندي آخرنا وتسوكيسا هذا هو نكب حلي نبيكو غير مودع مد لقيت هاي مد عن هاين مر لو النبي يقول إلهي كتاكو نبا كفارقو ولا مستقنن مد عن قاني لقان نقانين نبيكو قاني ميو كان نقرايا مايا دقيقة قرقف قلبي يسو إلهي كما قاني هاي وكافر ومنافق والشيطان وقف ان الله مرت منهج كيسر ديف كل حين ربنا
إله أن يعني تغيير قرآن قاني أن نكون قنينين ربنا ربي جيو الله أكبر وصحيح حديث كني يعني مرت يعني مرت يعني مرك وين لوجود ده الحديث نوع أنا وكلاه وياي حديث كمد بخاري بصو صاري اللهم مستعان اللهم مستعان يعني مرت حديثه مرت انتوين كوفي عن كي هو ركنا كسين أدرك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا احفظ يعني كرك افكار تقاوم كرسا عجل الكلمات يركو عشو ساعد هالك تكيشرتنا يا قدر سي كرك قوة ولي قاها كتير الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا وانت مرحبا انتظر انتو مرحبا يعني مر رب الهي ما هذه الهي سبحانه وتعالى مرت عرب كيسه مرت عرب كاغو مرت يكتي قال حدثنا ابو بكر بن حود بن ابان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسره العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ام كلثوم عن عائشه ام كلثوم تاواتي ان ليس كذا حبا كجرا قال ضحيت كان النبي وحا ياكل طعاما نبغ عن جرا انتدا في سته تنبل عن جرا من اصحابه لح يعني صحابتي سابا ما انت لعني فجاء عربين نري باديه بي فاكله مرت سواء بسن كي قبصن بو وقبط قاطي باللقمتين يعني لو لقمه بو خردي كدف فقال رسولك وخيري لو ما بودي هدو مغعان مغعابي لها لكفاكم ويدك في الله انا نينكي غانتي بو سيري كقبنيب او بسن قبصده دلسو لكن يعني شيطان كي با سوري حي يعني هدي انتدن مرت بسن قبصن لا وليدين بركين لا ويدك في الله ورنتي رسولك صلى الله عليه وسلم مرت عجاي مركو نبو غيريودي با عايشه وحتري نبو راشين يرو ميل رفع رفع يسار رفك وخا لا يرادا ميلان يري جيكدا مرت يعني مخان كودا ان راكس راكس اوف مخان كودا اوف كيتشن با يسار ورف لغه العربي مركا انت دي با دمان ويدي وي مال بو كيش بان كسو شبا وان انا وان سكا انا وان انا ما ندبو شيطان كانو هردا اي مو نورتا بالك مينو دمانيبا وحيد السنة دي حكولو عنيسي وحنا ما باها دي قد بضائيو وحبورانيو يعني قرق إله قرق النبي يعني بركة ديسة بس هم ماسي قبصة الله قصوة شبطة بيت قصوة شبطة قصوة شبطة ما لن دمون بان ميسة بيت رقيب يدوا بل انت حدي بالميس هيسكو ميسي الله هيدا ما لن تيجي حتوبة كده بعد بيت بل ميس كده يسو هذا يدا أورنجر تي يعني اللي بركة النبي قوي قرانيسا صلى الله عليه وسلم مركة يعني إله بارك الله هنا قادم قال حدثنا هند بن محمد القيل قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زايدة عن سعيد بن أبي بريد عن مرت عن أبي بردة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها إلهي وحر عليك ليها عن العبد أدونكي إلهي وحر عليك ليها أدونكي سا أن يأكل مركم عنو الأكلة أدونكي سا وقر علي النقضة أما كجر علي النقضة مركو عنا أنتو أو يشرب أما ويعبه الشرب عبتان أو ضبطنا فيحمد ومهديه اللي عليها إلهي سيدوش عليك على رأي هنا وح أنتو وح أبتو إلهي باكسي عفمات كسي دردن كسي أرت كسي إنفارمنت كعاد وح كون أنتي يني بتقلي هذا يو مرت قابطة قرصة من اللي كسي حدا ترى الحمد لله نويم الحمد لله حمدا كثيرا دائما مباركا فيه غير مودع ولا مستغني عنه ربنا يعني انت تأوده الحمد لله كل يترى هذا يعني وكان حديثك حلية هاي إلهي بات شعر إلهي برها لك النقضة وحالي رضا رضاها إلهي ضاد الشو رضا إلهي جنة كيبا وين إلهي رضاها مارتي رزيسا وين جنة وحا كوين إلهي برها لك النقضة أو كل هذا رضا لها شاهي عن كساري أبد كيكو عرون مايو والرضوان الله أكبر با قرآن كسوان جنة محا كوين إلهي رضا لها شيس إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل إنه انطعنه ويشرب شرب وإلهي وحيسي عبه أو الضبا دينا فيحمده إلهي وكما هديه عليها قد كده اللهم استعان هل قاسينا عاوه كديننا رسول الله بينه وبين دبك بلا يضعنا جزاكم الله خير صلى الله على محمد إلهي بركاته خير بامارتك سوى جيدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتين وإن سلام يا شير قرية أنت مارتي سدتكم إلهي سبحانه وتعالى وما
maartay uu uga gaadhsiiyo maartay dadka khayrkaas ay u dhegeystaan. Waan salaamaya dhammaantiin, ilaahay wada barakeeyo dhammaantiin, duceyna maasha allah, nuxibukum fillah.